أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الميدانية لهذا الأسبوع. اليوم سنتحدث عن تمرين أمن الخليج العربي واحد والذي يقام في مملكة البحرين. هذا التمرين الذي أقر من قبل وزراء الداخلية حينما اجتمعوا العام الماضي عام 2015 في الدوحة، وقرر وزراء الداخلية في دول المجلس بأن يكون هناك تمرينا دوريا فيما بين القيادات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجية، يستضاف كل مرة في أحد هذه الدول. اليوم هذا التمرين الأول يستضاف في مملكة البحرين، وتحديدا هنا في رأس البر في القرية التدريبية النموذجية. هذا التمرين سيكون مشترك فيما بين جميع القيادات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجية، سيتم تطبيق الفرضيات والتمرينات الأمنية في جميع القيادات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، بمعنى أن أي تمرين يقام لن يكون تمرين خاص لقيادة أمنية لدولة معينة، بل في كل تمرين ستشترك جميع القيادات الأمنية سواء في على الميدان أو حتى في القيادة والسيطرة. ستكون هناك عمليات مشتركة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا التمرين يهدف إلى مكافحة الإرهاب والشغب، وأيضا صد أي هجوم محتمل على الحدود لدول مجلس التعاون الخليجية، سواء كان هذا الإرهاب أو هذا الشغب داخليا أو خارجيا. ستقوم هذه التمرينات برفع الانسجام والانسيابية في التعامل ما بين هذه القيادات، كون هذا التمرين هو أول فرصة تلتقي فيها قيادات أمنية لوزارة الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجية فيما بينها. من أهم الأهداف لهذا التمرين هو توحيد المصطلحات الأمنية فيما بين الدول للوصول لأعلى نقطة من الانسجام فيما بين هذه القيادات وهذه القوات. سنتعرف بعد قليل من خلال هذه الجولة في التمرينات والفرضيات التي تقام والاستعدادات الأمنية وكذلك البشرية والمعدات والآليات التي ستعمل على هذا التمرين، والذي يمتد لقرابة 3 أسابيع هنا في مملكة البحرين. علم يا عين واحد عين اثنين، اتجه الان وقطع السياره المذكوره، استلمت؟ اذا نشاهد الان تبليغ او تمرين للابلاغ عن صد هجوم لسياره مشتبهه، احد هذه التمرينات اللي يتم تطبيقها هنا في الميدان، ونشاهد هذه الفرضيه التي يتم تطبيقها. سياره ثانيه متجاوزه، وهناك ايضا بلاغ اخر عن سياره متجاوزه تدخل الميدان، يتم التصدي لها من قبل قوات أخرى وقوات مساندة. هذه السيارة الأخرى التي اقتحمت الحاجز ويتم التعامل معها من قبل القوات الخاصة الأمنية. هذه الفرضية من المفترض أن تكون لقوات أمنية خاصة لدول مجلس التعاون الخليجية تتعامل مع عناصر إرهابية تحاول اقتحام أحد الحواجز الأمنية للمنشآت الحيوية، ونلاحظ سرعة التعامل معها من قبل هذه القوات الأمنية الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجية. الآن ومع استمرار الفرضيات التي تطبق هنا في هذا الميدان الخاص بتمرين أمن الخليج العربي، ننتقل إلى قوة أخرى خاصة وهي قوات الأمن الخاصة السعودية المشاركة في هذا التمرين، تمرين أمن الخليج العربي واحد. ونلتقي مع قائد قوات الأمن الخاصة بالأمن، قوات الأمن الخاصة السعودية المشاركة في هذا التمرين. معنا الرائد ركن مظلي بدر الحربي. رائد بدر، الآن مع هذه الأصوات وتطبيق الفرضيات على أرض الواقع هنا في الميدان، ما هي جهوزيتكم للمشاركة في هذا التمرين الأول من نوعه؟ بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، ولله الحمد. نحن اليوم كقوات أمنية خليجية مشتركة نشارك في تمرين أمن الخليج العربي الأول كقوات أمنية مشتركة في ميادين العز، ميادين الشرف، كقوات أمن خاصة نشارك بعدة وحدات، وحدة مكافحة الإرهاب، ووحدة إبطال وإزالة المتفجرات، ووحدة الأمن المدرعة، ونشارك بقوة بشرية على أعلى كفاءة وكقوة عتاد وجاهزية على أعلى مستوى. رائد بدر، الآن ننظر إلى يعني هذه العمليات التي تتم في أرض الميدان. هناك تطبيق
يعني أو رماية بيد ذخيرة الحية، تطبيق لعمليات حقيقية هنا في هذا الميدان. هذه التمرينات وصلت أيضا إلى جهوزية عالية جدا، ما آلية ونوعية التمارين التي تطبقونها في هذا التمرين؟ نحن كقوات خاصة نطبق فرضية لمكافحة الإرهاب من اقتحام مبنى وتطويق في قوة الأمن المدرعة وإبطال وإزالة المتفجرات. التمرين يهدف إلى التنسيق في القيادة والسيطرة والاتصال بين مراكز العمليات لأداء تمرير المعلومات بين مراكز العمليات والاستعداد لأي فرضية أو عملية لمكافحة الإرهاب. الآن نشاهد هذه التمرينات الخاصة، هذه الآليات والمعدات والطواقم البشرية التي تنفذ تدريبات خاصة لاقتحام المباني ولتحرير الرهائن. هذه الآلية نفذت الآن فرضية لتحرير رهائن في هذا المبنى من خلال قوات أمنية خاصة مشتركة ما بين القوات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجية في تمرين أمن الخليج العربي واحد. نشاهد هذه الآليات المتطورة والمعدات وأيضا تطبيق التمارين الفرضية للاستفادة منها ولتجربة أيضا هذه المعدات والآليات وكذلك إكساب الطواقم البشرية خبرة ميدانية من خلال التعامل مع هذه الفرضيات وهذه العمليات من خلال تحرير الرهائن واقتحام المباني عبر هذه الآليات والمعدات تارة وأيضا عبر الإنزال الجوي تارة أخرى محاكاة للواقع وما يتم في بعض العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب. حسب الحديث قبل قليل مع بعض القيادات تحدثوا من أن هناك بعض القوات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجية كانت قد نفذت هذه العمليات على أرض الواقع وبعض القوات الخاصة لم يسبق لها المشاركة في مثل هذه العمليات، بالتالي يكون هناك تمازج فيما بين هذه الخبرات في تطبيق هذه النظريات وهذه الفرضيات على هذه المباني في هذا التمرين الذي تم تطبيق فيه هذه الفرضية. ونشاهد هذه الآليات الآن أنهت هذه المهمة من خلال تحرير الرهائن وأيضا تشكيلات برية وضعت محاكاة للواقع في دول مجلس التعاون الخليجية ما بين مباني سكنية وأيضا مباني حكومية ومنشآت حكومية ومنشآت حيوية أيضا إن كانت من الممكن أن تتعرض لعمليات إرهابية بغية لمكافحة الإرهاب. في الجانب الآخر هناك أيضا تمارين خاصة بخفر السواحل لمواجهة أي عمليات خاصة بمكافحة الإرهاب يتم تنفيذها من قبل هذه القوات الخاصة بخفر السواحل من خلال انطلاق الآليات والمعدات الخاصة بخفر السواحل وكذلك الطيران الأمني الذي تشارك فيه كافة دول مجلس التعاون الخليجية في تنفيذ عمليات خاصة بالطيران الأمني. لدينا في هذا الجانب القوات الكويتية المشاركة في هذا التمرين لنقترب منهم أكثر، ومعنا هنا مساعد آمر قوة هيئة السيطرة الرائد عبد الرحمن الحسن. مرحبا بك رائد عبد الرحمن، دعني أسألك أولا عن هذه التمارين التي تقومون بها مع القوات الأمنية الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجية. كان هناك تركيز بشكل ربما يعني أكبر من التمرينات الأخرى على مكافحة الإرهاب، كيف ترى هذا التمازج فيما بين الخبرات بين هذه القوات الأمنية المشاركة في هذا التمرين؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر مملكة البحرين على هذه الاستضافة الكريمة الطيبة منهم اللي أكثر من رائعة اللي خلتنا نمتزج فيما بيننا احنا ويا القوات الصديقة والشقيقة قوات الخليجية كلها. طبعا مثل هذه التمارين المشتركة ما هي إلا زيادة قوة للخليج بالكامل وتعطينا دافع معنوي كبير ومزج ما بين القوات، وهذا المزج دائما احنا مثل ما احنا عارفين المزج هذا يعطينا قوة للخليج بأكمله. نعم رائد عبد الرحمن، شاهدنا يعني بعض القوات الخاصة للدول دول مجلس التعاون الخليجية تشارك في تمارين وفرضيات كانت قد طبقتها هي فعليا في دولها على سبيل المثال السعودية والبحرين. هذه التطبيقات التي تتم بناء على خبرات تراكمية سابقة، كيف ترونها أو ترون فائدة هذه التمرينات لربما قوات أمنية لم تشارك مسبقا في هذه التمرينات؟ أمانة في مثل هذا النوع من التمرينات دائما القوات تكون حريصة في تطبيق ما هو
حاصل في أرض الواقع، لأن العمليات اللي تصير في العمليات في داخل أرض المعركة دائما تختلف في العمليات التدريبية. فاليوم دائما الفرضيات اللي نشوفها اللي تحاكي الواقع تكون هي أقرب للعمل الميداني وأقرب للمزج الحقيقي ما بين العمل الميداني والعمل التدريبي. الآن نلاحظ هذه الفرضية الخاصة بالطيران، الأمن والإسناد الجوي من قبل الطيران، الأمن في هذه الفرضية هنا في هذا الميدان، ميدان التدريب. نلاحظ هذه الفرضيات الآن، وهذا التمازج فيما بين القوات سواء كانت قوات برية أو حتى جوية. نلاحظ في هذه الطائرة الآن يتم فيها الحماية والإنزال بالحبل مثلما نشاهد تطبيقاً لهذه الفرضية، وهي إحدى الفرضيات المطبقة. نلاحظ الآن نزول أفراد القوات الأمنية في هذه الطائرة كإسناد جوي لهذه العملية. هناك إسناد أرضي وآخر إسناد جوي يتم فيما بين هذه القوات في هذه المباني. شهدنا قبل قليل عمليات إسناد وإنزال جوي في تمارين خاصة وفرضيات في هذا الميدان. نقترب أكثر من هذه العمليات وهذه الفرضيات للحديث عنها مع العقيد ركن سعيد المرر من قيادة أمن الطائرات الإماراتية. مرحبا بك سعادة العقيد، ودعني أسألك أولا، ما هي الفرضيات التي طبقت قبل قليل هنا في هذا الميدان؟ هذه فرضيات وضعت طبعا من القوة الأرضية، طبعا لها عدة مهام بالإسناد الجوي اللي نحن نقوم بها مع القوة الأرضية. منها طبعا اللي هي تعتبر الإسناد الجوي في مهام الإنزال على المباني في للرهائن، وأيضا عندنا تكون طيارة سنايبر مراقبة المكان اللي هو فيه العدو، حيث أن تكون أيضا طائرة ثانية اللي هي أنتم شفتوها في الجو متعلفة على مستوى عالي، هذه تكون طائرة أيضا للاستطلاع على مدى واسع من المنطقة اللي تكون فيها العملية الإرهابية. أيضا في بعض الطائرات أيضا اللي أنتم شفتوها في نزولها، هذه نزول قوة تتعامل مع موقف اللي هو يعتمد على فك رهائن في مبنى أو مكافحة أي إرهاب إن كان يهدد في عملية الأمور الأمنية أيضا. نعم. عقيد سعيد، أيضا لاحظنا في خلال هذه العمليات هناك تمازج فيما بين القوات الأمنية، أحد هذه الأهداف كان هو توحيد المصطلحات فيما بين هذه القوة. شاهدنا قبل قليل هناك قوات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجية سواء كانت أرضية أو حتى في الجو، إسناد جوي من مختلف القوات أيضا في البحر من الجانب الآخر. أهمية هذه التمارين وهذه الفرضيات في التمازج فيما بين هذه القوات؟ نعم صحيح، هذا الشيء اللي نهدف له طبعا في رفع جاهزية العمل الشرطي والأمني وتوحيد أيضا المفاهيم في هذه الأمور الأمنية. أيضا مثل ما أنت شفت طبعا الطائرات مختلفة، وهي تهدف طبعا لتوحيد المهام من ضمن قوات مختلفة من طائرات مجلس التعاون. أيضا القوة الأرضية مختلفة مع القوة الجوية، وأيضا القوة الجوية مختلفة مع عدة وحدات من اللي تشارك في هذه الأهداف. ايضا نحن الحمد لله فضل الله يعني والتخطيط من القيادة العليا ايضا وضعوا عدة آليات، ونحن الان نتدرب عليها وشفنا الامور اكثر يعني استفادة من الخبرات اللي متبادلة بين الدول، والكل وحد هذه المفاهيم والكل تبادل هذه الخبرات ايضا، ونحن نشوف ايضا هذه تدفع للجميع دافع قوي ان نكون نحن نتعامل بفريق واحد، امن واحد طبعا ومصير واحد، هذا شعارنا اللي نحن نهدف له. هنا في هذا الميدان وفي زاوية أخرى منه نأتي إلى مركز القيادة والسيطرة. هذا المركز الذي يعتبر حلقة الوصل ما بين ميدان التدريب وما بين القيادات الأمنية الأخرى التي تتواجد هنا في هذه القرية النموذجية. ما الذي يقوم بهذا المركز، مركز القيادة والسيطرة؟ هنا مجموعة من القوات الأمنية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي من مختلف القطاعات تتولى التنظيم والترتيب لدخول وخروج القوات
الإجراءات الأمنية لداخل ميدان التدريب لتطبيق الفرضيات والتمرينات، أيضا طريقة تنفيذها ومتابعة تنفيذها على مدار الوقت. طوال وقت التمرين يكون هناك متابعة مستمرة لهذه التمرينات وهذه الفرضيات عبر هذه الشاشات وعبر الأجهزة المتقدمة التي تم وضعها من قبل الجهات المنظمة لهذا التمرين. تتم ملاحظة أدق التفاصيل ومتابعتها بنظرة شمولية لكافة العمليات والتمرينات التي تتم داخل هذا الميدان. دعونا نقترب بشكل أكبر حول هذا المركز وما يقوم به مركز القيادة والسيطرة. نتحدث مع المقدم الدكتور سالم الحبسي من القيادة الأمنية الإماراتية. مرحبا بك سعادة المقدم، ودعني أسألك أولا، ما الذي تقوم به داخل هذا المركز؟ ما هي عملياتكم؟ ما هي الأعمال التي تقومون بها بشكل يومي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنشأ لهذا التمرين مركز قيادة وسيطرة فيه ممثلين من جميع الدول الخليجية والأجهزة الشرطية اللي هي مشاركة في إعداد هذا التمرين ومشاركة في تنفيذ هذا التمرين. هي عمل هنا كنا كفريق واحد، تم تقسيم غرفة القيادة والسيطرة إلى مثل عمليات اتصالات من الأجهزة المعنية إلى هيئة سيطرة عليا للتمرين هذا، ويتم تقسيم الأدوار وتوزيعه بين جميع الجهات المعنية للعمل، كل واحد بحسب اللي هو مخصص له من واجبات ومهام. نعم، هذه التمرينات الآن يعني تقام هنا في الميدان، تمرينات برية، لاحظنا أيضا تمرينات جوية وأخرى بحرية. هل كل ما يتم في هذا التمرين، تمرين الخليج العربي واحد، يدار من هنا من هذه الغرفة؟ صحيح. نعم، الغرفة هذه تنسق اللي هي عمليات دخول القوات وعمليات التمرين بشكل عام. فالتمرين مثل ما تعرفون هو الهدف منه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأجهزة المعنية أو الأمنية بمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية. فهذا التمرين مثل ما تعرفون هو تمرين أول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي. فالقيادة والسيطرة تكون في الغرفة هذه، فهي أنشأت لهذا الغرض للتمرين ولتنسيق عمليات اللي الدخول سواء كان جوي بحري بري. نعم، أيضا سعادة المقدم أنتم تتولون إيصال المعلومة أو هذه الأوامر إن صح التعبير، الأوامر العسكرية لبدء دخول أي تمرين أو أي فرضية ومن ثم إخلاء الميدان والعودة مرة أخرى برا وبحرا وجوا. لكن دعني أسألك الآن عن المصطلحات المستخدمة. أهم أهداف هذا التمرين هو توحيد هذه المصطلحات. طبعا هني غرفة موجودة فيها اللي هي فرقة إدارة الأزمات اللي هي غرفة السيطرة على التمرين من دول الخليجية، فممثلين من كل دولة يدير اللي هو العمل في عبارة عن قرارات متخذة واحدة ومنسجمة. في هناك فرص تحسين نسعى لتطويرها ومن ثم نتلاشاها بناء على أفضل معايير وأفضل الدراسات العلمية الحديثة والدولية. بالنسبة للمعلومات طبعا هني تم كخلية معلوماتية وتعمل بانسجام بين جميع العناصر المكونة من هذه الدول، وبالتالي إيصال المعلومة لفرقة القيادة والسيطرة أو مجموعة القيادة والسيطرة التي تعطي بالتالي أوامره وتوجيهاته للتنفيذ على أرض الواقع. إذن هذه القرية النموذجية التي عملت للقيام بالتمرينات والتدريبات الافتراضية من قبل القيادات الأمنية، وهذا هو ميدان العمليات التي تنفذ والفرضيات. وأيضا هنا نلاحظ في الجانب الآخر مقر أو انطلاق العمليات البحرية والزوارق البحرية لتنفيذ هذه التمرينات والتدريبات العسكرية في أمن أو في تمرين أمن الخليج العربي واحد. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة الميدانية الخاصة بهذا اليوم. نلتقيكم إن شاء الله الأحد المقبل في 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.